هذا السنجاب الطائر الشقلايدة. طبعا هذا أبيض. هذه حمام الفواكه اللي تسمى. شوف هناك واحد سوق ميري. هذا وش ذا ملون ذا؟ مو بالأخضر، الأخضر وش اسمه؟ نيكوبار. وذا تراكو. نشوفوا حجم ذيك الحمام، شوف الحجم وش كبر. ما شاء الله إنتاجه مو بسهل. شوف حجمه. إن شاء الله يا المحمية. شوفوا يا جماعة هذه دجاجة ماء. اللي نخبره لونها أسود، هذه لا طفرة جنية بيضة تغبط من الاستحى. اطلع اطلع خلينا نشوفك. ايه ما شاء الله زين. شوف سبحان الله يا جماعة، هذا نوع من أنواع الغربان. سبحان الله، شوف المقاطع. وش تبي بعقالة؟ تبي عيني. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله نفس نعبسي ذا، وهذا معهم ولدها. أوه جالبوا. ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله عبسي بيزوجك. هذه وجبة مفضلة لهم. يلا يلا خلاص تهاوشوا. ما شاء الله. ايش تقول؟ ليش؟ شو اقول؟ الريال حلف. ايه الصابر جزاه الله خير. طالع 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 اوكي. طالع الدلع. بيض الله وجهه. طالع الصابر. ما شاء الله بيض الله وجهه ما قصر. الله يسعدهم. يلا يلا شوفه. ها مطعم الصابر يا ابوي. الله يسعدهم يا رب. شوفوا هذا الغراب يا جماعة يتكلم، يقول تعال تعال. سبحان الله تعال تعال. سبحان الله. طبعا الغراب يتكلم من ظاهر من عمر فوق سن ونص يبدأ يتكلم. هذا اللي يقول الغراب ما يتكلم، هذا اللي يتكلم قدامكم. سبحان الله. هذا المينا بالي يا جماعة، يجي أبيض وحايفه أسود في بنفسجي عند رقبته. سبحان الله. هذا نادر يا جماعة. يا الوان ما شاء الله تبارك الله. هذا قطاع عادية مع ال ال التهجين. هذا على الطاولة. هذا عجيب. سبحان الله يا لونه عجيب هذه. ان شاء الله زعله لزعله. الله شوف ولده معه. ما شاء الله هذا نفس نوع عبسي. ان شاء الله بنزوجك يا عبسي بسر بعزك باذن الله. ما شاء الله والله ما شفت معك واحد. انا مستاء. شوف ترى بظهره. شوف يا اسم بظهره انت غبي. شوف شوف شوفونا زينه. ما شاء الله.
هذا السنجاب التايلندي يا جماعة شكله سبحان الله يا ألوانه عجيب سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله الله عددهم من الله يعيونهم يا زين هم صغيرين هذا مع واحد طبعا شوفوا الذكر هو اللي يهتم بولده سبحان الله هو اللي يشيله هو اللي يوديه راح يجيب هالذكر بدأ هناك واحد تهاوش هذول زعلوا دافع عن ولده يلا 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 اركب ان شاء الله